روبورتاج. من بين الأزقة الفقيرة لدرب الحي المحمدي تنبعث الذكريات الفنية التي أرخت للزمن الجميل. من بين أحياء هذا الحي العريق غنى شباب مسنوة وأرخوا لظاهرة المجموعات رغم قطيعة دامت لسنوات مع شاشات التلفزيون. أول قطعة عبد النبي هي لباس لباس، درنا الألبوم الأول. الثاني تلاقينا مع الأخ السي محمد بارطمة الله يرحمه، دير المشاهب، وبدا كيتعامل معنا في الكتابة، بدينا معاه من تما. المسيرة سرات مع السي محمد الله يرحمه حتى 89. من 89 انسحب رشيد بارطمة، بقات مجموعة غادا من الألبوم ديال حمادي. حمادي جاو عناصر أخرين، حميد قاحوسي الدوك، أنا أطاسي. كمل المسيرة من بعد هو ذا الكاتب، وكان تلاقينا مع كاتب أخر صديق ديال المجموعة، حميم ديال المجموعة، هو اللي اسم ديالو عبد الرحيم بوعسري الله يرحمه، كان كيخدم في الشرطة. ومن تما سرات المسيرة اللي حد الساعة. التلفازة ما نقول لك شحال دابا هادي، بحال نساونا شوية وصافي، دابا اللي ما بقيناش كنخدمو فيها، كاين اللي كيعيطو علينا، ولكن دابا اللي الأوان ما بقاش كيحلو معاهم، باش كيعيطو علينا مناش الله أعلم. الناس دابا يمكن كنغنيو الإنجليزية هنا، ولا ما بقيناش كنغنيو العربية، كنغنيو العروف فاش كنغنيو أنا، داكشي معروف. وبالنسبة لنا نتكلم لك على مسناوة، مسناوة ربما كما كيلاحظ الجمهور ولا كيلاحظوا المتتبعين، مسناوة باقي يعني في العطاء ديالها، وخير دليل هو إصدار ديال الألبوم دابا يلاه تصدر هذا تقريبا واحد 3 أشهر، ألبوم جديد. والمشاركات ديالها كتشارك في مهرجانات، ولكن بالنسبة لدوك المهرجانات اللي معروفين الكبار ما بقاش واحد التعامل كيف ما كان. هذا الشيء ما خافيش على الناس المسؤولين على الشأن مسناوة، دابا كت الإبداعات ديالها كاينه، ولكن التحفيز والتشجيع ما كاينش. كاين تقصير من الإعلام، كاين الإعلام مؤخرا ولا محك بواحد المجموعات معينين الذي على ذكر اسمهم فلان فلان فلان، علاش الله أعلم. كاين أشياء أخرى، شاركنا العديد ديال المرات، العديد والعديد في القناة الثانية، وفي القناة الأولى ممكن 8 سنوات وقع الانقطاع، لأن ولات برامج محددة، ولو معروفين هذوك البرامج، السهرات معروفة، معروف الفنانة الفلانية والفنان الفلاني، لا داعي لذكر أسمائهم، ويتعاودوا الكثير العديد من المرات. احنا ما غاديش نمشيو، لأنه مسناوة عمرها 35 سنة. معروفة مسناوة، معروفة الإدارة ديالها، ما وقت ما يبغيو يتصلوا بينا اتصلنا بها، ولكن باش تبقى تتصل العديد من المرات وتكثر كتحس براسك قللت من مستواك، لأن مسناوة راه فرقة غنية على التاريخ، خاص كل واحد ياخذ حقه. أنا الإعلام معنا منحط، ما عطيش حق المجموعات بأكملها. من الألبوم الجديد اللي هي بعنوان الحومة، واختارنا هي باش نشاركوها مع الجمهور العزيز. نتمنى أن تكون في الإعجاب كما عهدتو في الجمهور. جات خيالي بعيد، بطلت أيامي وأحلامي، أيام صبايا في الحومة، الحومة الحنينة فين تربينا. رجعت خيالي لبعيد، ذكرت ايامي واحلامي، ايام صبايا في الحومه، الحومه الحنينه يا فين تربينا. ايام صبايا في الحومه،
أبو عني بهذا الزمن إلى وغريبة وبصرك أبو عني بهذا الزمن حكم في العشرة القديمة في الجامع واللوحة والفران فضلا وليس أمرا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.